ورجعنا مرة تانية ومنورني في الاستوديو ملكة الجمال مروة طلعت. مساء الخير يا مروة. منورانا حبيبتي. انت اتخرجتي من كلية اعلام مظبوط واشتغلتي مذيعة لفترة من الوقت، وبعدين فضلتي مكملة بقى في موهبة الفاشن والعرض الازياء ومثلتي مصر مؤخرا في مسابقة افضل عريضة ازياء في العالم مظبوط؟ تمام مظبوط. خلينا نبتدي من الاول، امتى قررتي بقى انك تسيبي مجال الدراسة وتمشي في السكة دي؟ والله انا الموضوع ده بدا معايا كده، يعني انا كنت في الجامعه دايما الناس وانا ماشيه كانوا بيفتكروني موديل، بس انا كنت اقول لهم لا انا مش موديل، انا عادي دي حياتي العاديه وده لبسي العادي. فجالي حد يعني من اللي بيشتغلوا في الجامعه قالوا لي طب احنا انا عندي فكره، ايه رايك تقدمي تدخلي في الموديلنج وتشتغلي في الموديلنج؟ قلت له ماشي. فجاب لي فعلا حد كان شركه من شركات الموديلنج المشهوره في مصر وقدمني ليه، وهو بعد كده تبناني وخدت كورسات في الموديلنج وكورسات في الكات ووك وبدات بقى مسيرتي في الموديلنج. طب مجال دراستك بعيد شويه برضو عن الموضه وكده، مجال دراستك ده انت اللي اخترتيه بارادتك ولا كان مجموع او اهلك شايفينك انت بتدرسي حاجه ولا؟ لا لا ده كان بارادتي تماما، لان انا اصلا انا في الاول كنت عايزه ادخل كليه هندسه، وبعدين لما جيت اقدم بابايا جه معايا فجي بعد كده قلت له لا لا انا غيرت رايي انا عايزه ادخل اعلام. بس فهو بابا كان طول عمره دايما بيقول لي انا دايما اللي اختار حياتي واختار كل حاجه انا عايزه اعملها، عشان في الاخر انا اللي بشيل اخطائي، يعني محدش هيحاسبني على اخطائي غير نفسي. اكتر حد شجعك اذا هو باباكي ولا مامتك برضو كان ليها دور في موضوع الموديلنج ولا موضوع الاعلام؟ موضوع الاعلام وموضوع الموديلنج. لا هو تاني الاب طبعا، الاب طبعا في موضوع الموديلنج ده اكيد ما شجعكيش قوي. بصراحه يعني طبعا بيبقوا خايفين. هو خايف عليا، هو فكره كثقه يعني، لا هو واثق فيا تماما وعارف انا اقدر اعمل ايه وما اعملش ايه، وهو عارف ان هو مربيني كويس. ولكن يعني موضوع الموديلنج هو بيبقى شويه انت عارفه الاقاويل ان هو بيبقى خايف عليا من المجتمع. طبعا. والناس ممكن تقول ايه وما تقولش ايه، لكن هو كمجال على فكره هو مجال كويس جدا ومحترم جدا، وكل الناس اللي شغاله فيه ناس طبعًا. محترمه طبعا اكيد، وما فيش الكلام اللي دايما بنسمعه كنا بره ان هو حاجه مش كويسه، لا 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 ده حاجه كويسه جدا. يعني في ناس دكاتره وناس مهندسين بيشتغلوا مودلز، اصل الموديلنج ده انا مش بعتبره كشغله قد ما بعتبره كهوايه. انا واخده اكتر كهوايه عن كشغل يعني. طب احكي لي بقى عن كواليس تقديمك في مسابقه جمال مصر 2014. تمام. باباكي بقى ما كانش موافق اصلا على الموديلنج، عمل ايه بقى لما قلت له هقدم في مسابقه جمال مصر؟ صدم. اتصدم. قال لي ايه مسابقه جمال مصر ايه دي اللي نقدم فيها مش عارف ايه؟ فقلت له لا بص يا بابا ما تقلقش، المسابقه تحت رعايه وزاره السياحه ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه، ومسابقه كبيره جدا، وهي اصلا معموله عشان تشجيع السياحه في مصر، كان اسمها جمالك مصر، ان هي كانت بتوري قد ايه مصر جميله وقد ايه بلدنا جميله والحضاره اللي فيها واثارها ومعالمها. دخلتي له انت داخله وطنيه. داخله وطنيه. قلت له هي حاجه كويسه، قلت له لو حاجه وحشه صدقني انا ما كنتش هدخلها. قلت له بالعكس ده حتى بقيه البنات اللي انا سمعت ان هم ممكن يقدموا فيها كلهم بنات كويسه واهليهم ناس كويسه، و هو حتى الناشونال دايركتور وقتها كان استاذ يوسف سباهي، يعني حد طبعًا. كويس وحد يوسف محترم. سباهي طبعا واحد من اول بايونيرز في المجال ده، يعني هو اللي اكتشفني، يعني هو الشخص اللي بدايتي في الموديلنج كانت مع يوسف سباهي. فقلت له هو حد موثوق فيه وانت عارفه كويس وعارف ان هو اكيد مش هيخليني اعمل حاجه غلط يعني، فكان في الاول كده وبعدين وافق ودخلت. وبعدين بقى عن الكواليس توب 20 كواليس ملكة جمال مصر. هي المسابقة، هي الفكرة كلها كانت بتعتمد على ايه؟ على المقام الاول تشجيع السياحة. تمام. المقام الثاني ان احنا نقف جنب بلدنا، ان وقتها كانت المسابقة واقفة بقالها 3 سنين بسبب الثورة والاوضاع السياسية اللي في البلد. فانا كان بالنسبة لي برضو مشاركتي في حاجة زي كده كانت من جوايا ان انا بقول لا مصر امان، مصر كويسه، لان كان لجنه التحكيم كان جاي لنا ناس كتير قوي من بره مصر. فلو احنا بلدنا مش امان ما كانش الناس دي تقدر ان هي تيجي او تثق ان هي تيجي في بلد زي دي طبعا. ف
فده كان المقام بالنسبه لي كان مقام مهم قوي، يعني كان يعتبر المقام الاول بالنسبه لي. لكن المقام الاول كان بالنسبه للمسابقه تشجيع السياحه في مصر. طب كلمينا بقى عن تمثيلك لمصر في مسابقه افضل عارضة ازياء في العالم. توب موديل اوف ذا وورلد. تمام. هو المسابقه انا طبعا انا كنت في 2014 كنت طلعت في ميس ايجيبت، ميس ايجيبت فوتوجينيك. فهم بعد كده جم يدوروا في 2017 دلوقتي مين حد من 2016 مثلا يقدر يمثل مصر، فما لقوش حد مناسب كواليفايد انف. يعني ده انت في المسابقه مظبوط؟ اه تمام. اه ده انا في المسابقه، ده في الحفل النهائي. فقرروا ان هم يشوفوا في 2014 لان دي كانت المسابقه اللي قبلها على طول. فهم كان طبعا كذا حد رشحني واتقبلت، وهم بعتوا لي WBO اللي هي المنظمه نفسها اللي هي World Beauty Organization ان انا موجوده معاهم وان انا امثل مصر في توب مودرز اوف ذا ويلد. عاده عندنا تفكير كده دايما يقول لك ان البنت الحلوه لازم ما تبقاش مطلعه وذكيه ومصحصحه او بتخش فاهمه في المجالات دي، وعارفه دايما يطلعوهم في المسابقات حافظين كلام واحد بيقولوه. بس انا شايفه انك انت بسم الله ما شاء الله، يعني كنت ناوي تخشي هندسه وبعد كده غيرتي اعلام يعني، وبعدين بتعرفي تمام عارفه مفوهه يعني بتعرفي بتتكلمي ازاي. التفكير ده بقى شايفه ان هو جاي منين؟ هو بيبقى جاي في الاول وفي الاخر من التربيه. يعني انا بابا وماما معودني من وانا صغيره ان لا كل حاجه هما بيتكلموا فيها معايا، ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش نتكلم فيها، لا هما بيتكلموا معايا في كل حاجه. لازم رقم واحد الثقه، لازم يبقوا هما واثقين فيا وانا لازم ابقى قد الثقه دي، يعني بمعنى ان انا ما اخونش الثقه دي، ابقى عارفه ان هما واثقين فيا عشان عارفه ان انا كويسه، ما اجيش انا اعمل حاجه غلط واقول لا هما مش هيعرفوا، لا انا ابقى عارفه الفرق ما بين الحلال والحرام، مش الصح من الغلط، لان الصح من الغلط بيختلف من المجتمع للمجتمع. لا لكن في ثوابت، في ده حرام ده حلال. لحد ما ممكن ان احنا يعني نمشي الدنيا بحيث ايه، ما فيش واحد ما بيغلطش، كلنا بنغلط، بس احسن حاجه ان انا اعترف بالغلط. مش اغلط واستمر فيه، لا ابقى عارفه ان ده غلط فاعترف بيه، وقتها يقدروا اهلي ان هم يسامحوني واقدر يقولوا لي لا الصح المفروض تعملي موقف زي ده، المفروض كنت تتصرفي بطريقه كذا وكذا وكذا، فحتى ابقى انا بتعلم كمان منهم. ده كله بيشكل الشخصيه اللي ممكن ان هي تبقى تقدر انها تواجه الحياه بشكل صح، ان هي ما تخسرش حاجه. انا مثلا بالنسبه لي لما دخلت المسابقه انا قلت انا حتى لو ما طلعتش حاجه فيها انا وصلت فيها للتوب 10. انا قلت حتى لو ما وصلتش لحاجه فيها مش مشكله خالص، ابقى بالنسبه لي مجرد تجربه حلوه، ابقى قضيت وقت لطيف، قعدت 14 يوم في الجونه اتفسح. دي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه. تعرفت على ناس جداد، كونت صداقات بشكل كويس، يعني ان هي احتكيتي بعالم مختلف وناس مختلفه وثقافات مختلفه. احتكيت بثقافات مختلفه، يعني قلت ده بالنسبه لي هبقى ده كويس. يعني انا لما وصلت لغايه التوب 10 وما دخلتش في التوب 6 انا ما عيطتش ولا انهارت ولا حصل اي حاجه، بالعكس انا قعدت اسقف وارقص وكنت مبسوطه جدا وشجعت الستة التانيين وباركت لهم على المسرح وقلت لهم بالعكس يعني دي حاجة كويسة وانتوا فعلا كنتوا تستاهلوا، انا ما عنديش اي اعتراض خالص في الستة اللي كسبوا، الستة اللي كسبوا فعلا يستاهلوا كلهم، لانهم حقيقي يعني احنا بالنسبة لنا احنا كان عندنا رمضان على طول قبل المسابقة فكشكل بمناسبة رمضان بقى انا سامعة كمان ان انت بتطبخي وعندك موهبه الطبخ كمان، انا مش متخيله بتاكلي. طب اللي بتطبخيه لا يمكن تكوني بتاكلي. لا انا باكل اللي انا بطبخه، انا فكره الاكل والجسم هو انا باكل كل حاجه بس بنسب قليله، يعني نسب معقوله، يعني اكل محشي عادي باكل محشي زي الناس، بس ما اكلش مثلا حله محشي، ممكن اكل هم صباعين ثلاثه، ممكن اكلها كل فين وفين، لكن ما اجيش كل يوم اكل محشي واقول ايه ده وانا ليه ما بخسش. يعني لازم زي ما الرسول ما قال ان لازم يبقى خير الامور الوسط، ان لازم يبقى وسط في كل حاجه. وقتها يعني انا اقدر اعيش حياتي بشكل بس بتقفي بقى في المطبخ وتلمي شعرك وتقطعي بصل وكله تمام يعني؟ كله واحد برضه ساعات ما بيتخيلش البنات الكيوت اصل هم كده، الواحد قلبه بتحبيني كل الناس متخيله كده ان انا ما بعملش حاجه في البيت، لا زي اي بنت مصريه عادي بعمل حاجات في البيت. لو خيروكي تكملي في انهي مجال؟ مجال الإذاعة وتقديم البرامج ولا مجال الموديلنج وعروض الأزياء والفاشن؟ هو أنا بالنسبة لي عايشة حياتي على مبدأ الفرص،
يعني انا لما بلاقي فرصه حلوه باخدها، سواء ايا كانت في اي مجال، يعني سواء مجال الموديلنج او مجال الاذاعه. انا لو لقيت فرصه كويسه جدا في الاذاعه واضطريت مثلا انها تجبرني ان انا اقلل من موضوع الموديلنج هضطر اعمل كده. لو لقيت مثلا فرصه كويسه جدا في الموديلنج تخليني اقلل من موضوع الاذاعه هعمل كده. هي الحياه فرص، لو انا اخد الفرصه الكويسه اللي فيها، الفرصه اللي تفيدني، الفرصه اللي انا احس من جوايا ان انا راضي عن نفسي. انا معجبه قوي بردك على فكره حقيقي بجد، يعني معجبه جدا بردك لانه براجماتيك وفعلا هي فعلا الحياه فرص. يعني الواحد بيعيشها كده. يعني انا ممكن ابقى على فكره كنت مخططه لنفسي خطه تانية. في اغنيه مشهوره قوي لمحمد منير طبعا مش على ايامك، مش تفتكريها انت لا يمكن، يعني البنت ايه، فرصه جميله، فرصه جميله راكبة عجله بدالة، فاكراها؟ طب والله برافو عليكي او عارفاها يعني، برافو. نورتينا النهارده في سيداتي انساتي، وان شاء الله نشوفك من نجاح لنجاح دايما. ميرسي لك كتير. ميرسي جدا. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم بقيه فقرات.